Because when the sun shine, we shine together. Told you I'll be here forever. Said I'll always be your friend. Took an oath and I'm sticking it out till the end. Now that it's raining more than ever, know that we still have each other. You can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella, ella, ella, under my umbrella, ella, ella, محمد معلش حضرتك، يعني انا عايز اعرف هو انت جايبنا المكان ده ليه؟ لا وكمان خلتنا نجيب دودي وخلتنا نجيب ايس وكاندي ونتمشى، في احنا لسه عايزين نروح نعمل البيت. ايوه انا عارف. يلا بقى بجد، احنا اول مكان جميل وكل حاجه، بس بالنسبه لي ممل، حتى ما فيش زحلوقه واحده ولا ما فيش حتى مرجحيه واحده. هو ده هدفك في الحياه بجد؟ يعني يكون هدفي ايه؟ طيب ماشي ماشي ماشي، خلصتوا رغي وهري؟ انا لسه ما كملتش، انت خليتني البس واجهز وانزل وانا مش قادر اتكلم ولا اتحرك. ماشي يا دودي، انت اركن على جنب دلوقتي. ايه قله القيمه دي؟ استنى بقى. المهم ممكن بقى نبدا الفيديو. فيديو ايه؟ معلش ان شاء الله هتعرف هتعرف. ابدا الفيديو. ايوه انا هبدا الفيديو على اساس ان هو ايه يعني، وانا ما اعرفش ازاي يعني. بطل غباء. وتقريبا كده مش هينفع معاكم غير ان انا فعلا ابدا الفيديو من غير ما اقول لكم هو ايه. انت بتعمل كده ليه؟ الحركات الغريبه اللي انت عمال تعملها كده من الصبح، مش حاسس ان انت غريب شويه؟ لا مش شويه، انت غريب شويه كتير قوي بجد. طيب هلو بناتنا الحلوين، لا نعدل وشنا نعدل وشنا. هلو بناتنا الحلوين، النهارده رجعت لكم فيديو جديد، وفيديو النهارده هيكون عن ايوه عن ايه بقى؟ عشان انا عارفه الاستهبال بتاعك ده. والله يا محمد لو مقلب انت حر، مقلب ايه؟ وانا لحقت اتنفس عشان انا مقلب. استني بقى. ايه جوله في البيت الجديد؟ نعم 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 نعم. ايه كل ده عشان جوله في البيت الجديد؟ بتهزر؟ لا مش بهزر. لا بتهزر؟ لا مش بهزر. بابا انت منزلنا ده بيتنا القديم، هو احنا اصلا لسه ما عملناش البيت؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ بيت جديد ازاي بس؟ ما انتوا هتعرفوا بقى. لا انتوا اغبياء، انا عرفت، محمد جاب بيت جديد خالص بعيد عن بيتنا القديم. يا راجل وانت عرفت ازاي؟ ما هو الصراحة عنده حق، يعني انا كنت ناوي اخبي عليكم اكتر من كده، بس انتوا اغبياء جدا. يا راجل يا ايوه يا ست، انت بتعايرني يعني ولا بتكلمني كده؟ انت بتقول لي يا ست بتشتمني يعني كده ولا ايه؟ هو في ايه يعني؟ انا على اساس انت لما قلت لي راجل انت كده شتمتيني يعني؟ صح. طيب ماشي خلاص، يلا نبدا الفيديو بجد. لا ما انا بدأت خلاص. ايه يعني احنا مش هنقول معاك؟ انتوا مرضتوش، انا قلت لكم ابداوا الفيديو معايا، بتقولوا لا 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 لا. فاحنا دلوقتي لازم نروح بيتنا عشان احنا متاخرين جدا. انا قلت امشيكم في الجنينه الجامده دي لغايه اما يجي لي قرار ابدا فيديو. يجي له قرار يبدا فيديو. ايوه انت ايه بتقلد؟ انت بتكرر الكلام، انت ميكروفون بقى صدى صوت. بصوا كده الجنينه الفتاكه ازاي يا جماعه، احنا جايين برضو الجنينه مش اي كلام يعني. المهم let's go to the new home. انا مش مقتنع. هو ايه اللي مش مقتنع يعني؟ ايه معلش احنا لسه ما خدناش البيت. ما دودي قال لك بيت جديد خالص. ايوه يعني ايه بيت جديد خالص؟ يعني بيت جديد، بيت جديد. اول مره اسمع الكلمه دي. سوف نعزل الى قصر اكبر بكثير. لقيت قصر اكبر كده وفي جنينه وما اعرفش ايه، فحبيت اكتر، حبيت فقلت يلا نروح. ايوه انا مع محمد. يلا يا كندي، يلا يا ايس، هوبا فين البيت؟ هوبا ما شاء الله ما شاء الله. ما احنا هنركب دلوقتي ونروح، هنركب ونروح له. اه والله. طب يلا يلا. لا ده فعلا بيس فيه صدى صوت بقى. اوكي يا جماعه ده الفيديو، ما تنسوش تعملوا لايك اخيرا لقيت حاجه اقولها، وشير وسبسكرايب، تفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا اي فيديو احنا بننزله. وي ليتس جو ليتس جو. بطل صدى الصوت لو سمحت لو سمحت. محمد انت معدي البيت حضرتك؟ البيت اهو، انت ليه مش عايز تركب؟ معلش المره الجايه يعني، كان المره الجايه المره الجايه المره الجايه. ايوه استني نرجع كده، انزلوا بقى كده اهو يلا. ايوه
يلا اتفضلوا انزلوا بقى هنا علشان احنا هو البيت ده فين؟ البيت احنا دخلنا جراج. ما انزلي يا ايمي. طيب انزلي انزلي بس الاول. يلا جاهزين؟ هنعد ثلاثة وتفتحوا عينيك. واحد. دودي انت مش قافل عينيك ليه؟ ما انا ما اقدرش والله، بس البيت جامد فتاك فتاك قوي، بس انا كده هتحرق لو فضلت اقعد هنا هتحرق. يلا بنرجع لكم. ثلاثة اتنين واحد. ده حلو قوي حلو قوي حلو قوي. وي هنا؟ ايوه. وي ده في بحر. الله في المكان ده. الله بص بص اللعبه دي. وي فتاك يا ولد فتاك. لا انت بطل بقى عشان بجد انت هتبوظ تقريبا. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد. تحفه 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 تحفه. الله انا عايز اشوف بيته. يلا يلا تعالى عشان تشوف بيته. انا المقدم هنا. ترى واو الله المكان ده تحفه قوي. بص اللعبه اللي فيه دي اهي. الله جميله قوي. كمان اللعبه على الكرسي. واو واو بجد ايه ده البيت تحفه قوي قوي قوي. انا ما تخيلتش نروح بيت عامل زي كده بجد. انت لسه شفتوا حاجه؟ بجد انتوا لسه ما شفتوش حاجه كده. تعالوا ادخلوا. وي تعالوا دودي اركن انت على جنب دلوقتي. شكرا. اركن انت على جنب دلوقتي. انا خلاص بهزر. بتظرف قوي النهارده. وي الله ايه رايكم؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ الدفايه شكلها حلو قوي. وكمان هنا معانا الدنيا حرف هنقفلها اكيد. وهنا كمان بص المكان ده حلو جدا. بص فيه توت وفيه عصير توت. الله بجد بجد ايه ده ايه ده؟ يعني انا اقعد هنا اهو كده وانا شايفه البحر من بعيد. المنظر تحفه اصلا قوي. الله تعالوا بدنا نطلع فوق. ايه ده في فوق كمان؟ ايوه ما هو هنا هو مقفول. ما خدتش بالي ان افتكرت هو جوه يعني في ابواب وكده. لا 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 في ثلاث ادوار. الله ياي الله جميل قوي وبيت واسع قوي. الله يلا نطلع. تعالوا لسه تشوفوه بقى فوق. تحفه 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 الاوضه بتاعتنا وكده فوق. يلا نطلع يلا نطلع. بصوا بقى فوق فتاك ازاي. اطلعي ادخل ادخل. وي وي حلو قوي المكان ده. في انوار كده وفي زرع انه تحفه. ايه رايكم بيت كده مليان؟ تعالي شوفي المطبخ هنا. الله المطبخ هنا. تعالي نشوف المطبخ كده. الله حلو قوي. كمان الترابيزه دي شكلها جميل قوي لايق علينا. بس فين كرسي نيلي اللي انت نيلي؟ اه نيلي بصراحه تتفاهم. يا دي الفضيحه يا دي الفضيحه. مش مشكله هنجيب لها كرسي عادي. اوكي المهم ايه رايكم بس في الحاجات؟ تحفه قوي تحفه قوي تحفه قوي. عايزين نبقى نروح بقى ايكيا ولا حاجه نجيب شويه ديكورات تانية عشان الصراحه يعني مش حاطط ديكورات كتير قوي. ايه ده؟ يلا تعالوا. وي الله الله المكان ده حلو قوي. ايه رايكم؟ كرسيين شكلهم حلو جدا. ايوه ورقيين كده. انا مالي برقيين قصدي يعني شكلهم حلو. كمان بص الحاجات اللي هنا. الله بابا انا بحبك. وانا كمان. بصوا بقى المكان اللي انا عملته لكاندي. وي مع كاندي فيه اصلا من كتر ما هو حلو. حلو ما انتي قطه. وي دي مش شتيمه على فكره. انا بحب القطط. انا ما قلتش ان انا شتيمه. انتوا ليه متوقعين ان انا النهارده عماله اشتمكم في ايه؟ بهزر. المهم بصوا كمان هنا في لعبه من الورق دي اللي انا عملتها. طياره ورق. وي حلو قوي. وي هنا الكنبه. وي صلاه. الله حلو قوي حلو قوي حلو قوي حلو قوي حلو قوي حلو قوي. الله بصوا المرجحة اللي هنا دي جميلة قوي. عشان بصوا لما ابقى بتضايقة كده اهو اجي اقعد عليها وارتاح. الله لا بجد ميرسي. مكان البلكونة عجبتني. البلكونة تحفة. البلكونة مليون من مليون بجد حلوة. يس. وهنا بقى المكتب بتاعي كده بما اني ما لقيتش حاجة احطها هنا الصراحة. فقلت ليه لا احط مكتب يعني ليا بما اني محتاج مكتب وحضرتكم وكل بيت ما فيهوش حتة مكتب ليا. فبما ان اللي عامل البيت دوت فقررت يبقى في مكتب ليا. حزين يتيم. وهنا المرجحة دي نور يوسف ونيلي. الله المرجحة احسن حاجة في المكان طبعا. لاقي على المكتب. حلو حلو بس المرجحة جميلة اوي جميلة اوي. ما في طريقة عليا. يلا يلا نشوف البيت. وي الله هنا الحمام. رأيكم كمان؟ بص في الحاجات اللي هنا مثلا نسيت اقفل الباب. معلش معلش معلش. تعرفوا تحوا على اساس ان انتوا اللي هتصدموا بيها. ماشي في هنا اتنين من الحوض ده وفي حمام وفي البانيو.
او نفتح هنا كده. ايه الله، بص محمد حاطط لنا ايه. يا لهوي بجد، او ماي جاد او ماي جاد. شفتي بقى؟ لا بجد عملتها ازاي دي؟ واو. ايوه واو. وانا حطيت لكم شويه معجون سنان وفرشه وبتاعه الميك اب دي، ما اعرفش اسمها ايه، وكريم وما اعرفش ايه ده، صابون وات ايفر. واو لا جميل قوي، جميل جميل. الدور ده تحفه قوي، والدور اللي تحت تحفه جدا، وكل البيت تحفه قوي. لسه بقى الدور اللي فوق كله اوض نومنا. وي معاكم في نفس الدور. وي ايوه، يلا بينا نطلع لفوق عشان تشوفوا بقيه الدور اللي فوق. وي ليتس جو ليتس جو. الدور الثالث الاخير يعني. وي بصوا الالعاب اللي هنا، الله كده شكلها حلو قوي، وكمان الزرعه دي شكلها حلو قوي، واللمبه اللي على شكل دي شمس شكلها حلو جدا. وطبعا هنا البلكونه، بلكونه تحفه تحفه تحفه. بصوا المرجحة اللي هنا دي، الله وي دي جميله قوي. وكمان في شجر في البلكونه، الله في مرجحة، نفس المرجحة اللي تحت. انا اكتر حاجه عجباني المراجيح اللي في البيت دي، تحفه قوي بجد، تحفه تحفه تحفه. وكمان الارض اللي شكلها زرع كده، فكره جديده وجميله قوي. وشكرا بجد، تحفه جدا تحفه جدا جدا فوق ما تتخيل. الحمد لله على الاقل حاجه عجبتكم. الاول بيت كله عجبنا اوريدي يعني، فلا بجد تحفه. يلا يلا عايز اشوف بيت البيت. فين اوضتي؟ استني استني، يلا تعالوا نشوف هنروح بسرعه. ماشي ماشي جايه. بصوا كده، دي الاوضه بتاعتي انا، هنا حطيت الكراسي دي، وورا في السرير، وهنا مكان الايمي. طبعا ما ظبطتوش قوي يعني، بس مش عارف، على حاولت على قد ما اقدر والله. ما ظبطتوش ايه ده، خطير ده، فتاك ده رهيب. بص هنا في ايه، في كرسي قدام المرايه، وفي هنا الكرسي الكبير دوت، وفي كمان الترابيزه اللي فيها فرش للميك اب، وفي لمبه كده في الفرش، الله. وهنا في شويه ميك اب. انت اكيد ما جبتش ميك اب كتير، بس مش مشكله، انا بحبك. شكرا. الحمد لله انا جبت العيد حرفيا، كنت حاسه ان انا ما جبتش حاجه يعتبر، بس على الاقل شويه حاجات. وهنا بدل ما احط دولاب، قلت الفكره كده احسن. اه كده شكل محترف، حلو جدا حلو جدا. وي اخر مره، اول مره اشوفكم، لا مش اول مره، بس يعني بقالي كتير ما شفتكمش، مش حاطين دولاب. كل مره اوضه تقليديه، المره دي الاوضه دي تحفه قوي، بس جدال على شكل دبه اللي انا واقف عليها دي، كان عجباني قوي. كويس ان انت خدت بالك منها، بس اشمعنى في طقم واحد هنا يعني؟ مش عارف والله، جت صدفه. اوكي يلا نكمل، يلا نكمل، ما تتحمسيش قوي، الاوضه اللي جايه مش احسن حاجه يعني، مش احسن حاجه. اهم تعالى انت تشوف. ماشي ايه ده، معلش بقى انا هقول لك، انا هقول لك، انا هقول لك. اه اصلا الصراحه يعني ما لقيتش مكان اعمل حاجه فيه في الاوضه دي، فقلت ان انا هخليها فاضيه لغايه ما المتابعين هم اللي يقولوا احنا هنحط فيها ايه، او انتوا فيا متابعينا يا اعزاء قولوا لنا نعمل ايه في الاوضه الفتاكه دي، عشان بجد هي فاضيه وما فيش حاجه نعملها فيها. ماشي هعديها لك. يلا على الاوضه اللي بعدها. وي هو ايه اللي ماشي على ده؟ هو انا بهدده ليه؟ على فكره البيت تحفه، انا كده هبقى ست رخمه. لا ما تهزروش ما تهزروش، الاوضه الفتاكه دي بتاعتنا. لا 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 لا، الله السجاده دي تحفه قوي، بص فيها الله شارع، الله كان نفسي في السجاده دي، الله 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 الله. السرير تحفه، اقدر انام كده براحتي واعمل قوافل الستاره، عشان يوسف بيفضل فاتح النور عشان بيخاف. مش هنا مش هنا، الكلام ده ما يتقالش هنا. المهم الوان الكرسي اللي فيه ورد دوت والوان، الله هو انت جبت لي الوان؟ انت عارف ان انا بحبها، جبت لكل واحد الحاجه اللي هو بيحبها. يوسف كان نفسه من زمان في السجاده دي، وانت بتحب الرسم من زمان، الله شكرا. وي شكرا. والصندوق ده بقى مليان العاب زي ما شايف، حلوه قوي اوضتهم، حلوه حتى كمان نيلي معاهم. هو المفروض تصدقوا ان انا كان ممكن اعمل اوضه نيلي هنا لوحدها، بس لا لا كده احسن، كده احسن، احنا عايزين نبقى كلنا في اوضه واحده. ماشي كده احسن، خلاص الاطفال كلها في اوضه واحده، والاوضه دي نبقى نفكر نعملها ايه بعدين. يا جماعه بليز قولوا لنا بسرعه. اوكي واخر حاجه هنا في ايه؟ في اخر حاجه هنا بقى البلكونه، بلكونه كده ليهم. الله في بلكونه لينا؟ اه بس مش انتوا اللي هتقعدوا فيها عشان خطر. نعم زي ما سمعتي، الله تحفه قوي، وفي هنا كمان حاجات كده كتير. الله لا جميل قوي، جميل بجد رهيب تحفه، عجبني البيت جدا جدا، اقيمه مليون من عشره. وانتوا متابعينا يا اعزاء برضو لازم تقيموا البيت. ويلا ننهي الفيديو بقى، يلا ننهي الفيديو عشان انا عايزه العب في البيت ده بسرعه، وانا كمان. ماشي ماشي يلا بينا ننهي الفيديو. وقررنا ننهي الفيديو في اكتر مكان عجبنا اللي هو الجنينه، فبس كده يكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنسوش تعملوا لايك وشير سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم اي فيديو احنا بننزله، وبس كده، باي.